محمد النبي الرحمة ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعن من سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم إلى يوم الدين. الإنسان المؤمن إذا أراد أن يفعل فعلا مما أمر به أو يترك شيئا مما نهي عنه فينبغي أن يكون هذا الشيء الصادر من قبله نابعا من نفسه تماما وليس مستثقلا أو مكرها عليه. إذا استشعر الإنسان أنه مكره على الفعل أو أنه يفعله لكنه لا يطيب نفسا به فإنه لن يجد في يوم من الأيام حلاوة الخشوع التي قال الله عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الخشوع له حلاوة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذوق، هناك شيء اسمه ذوق. كيف يحصل هذا؟ أنا مثلا أتحدث منذ أيام عن أحكام الصيام، ولعل الله يحيينا فنتحدث عن بعض أحكام الزكاة وبعض أحكام الصلاة. هذه الأحكام هي أمور ينبغي على العبد أن يفعلها، ولكن بالمقابل ينبغي أن يفعلها ويستشعر أنه يتقرب إلى الله بها وأنها سهلة على نفسه، ليست صعبة أو أنه مكره ومجبر عليها فتأتيه بأسلوب كأنه يشعر أنه لا يريد أن يفعلها. إن كان الإنسان منا كذلك يا أيها الكرام فليحاول أن يجدد إيمانه. قال: الإيمان يجدد، نعم، بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار، بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، باستشعار أن هذه الأحكام الشرعية التي يسمعها الإنسان ويعمل على تطبيقها إنما فيها نفعه وصلاحه هو، فبذلك يستشعر الخير واللذة والسعادة بالأعمال الصالحة. ذكرنا البارحة الأشياء التي لا تفطر، وسنذكر اليوم بعون الله الأعذار التي يباح للإنسان بها أن يفطر. فأولها المرض. الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصوم في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ما هو المرض الذي يجوز للإنسان المسلم أن يترك الصوم به؟ قال أهل العلم: هو المرض الشديد أو المرض الذي يزداد بالصوم، إذا صام الإنسان يزداد هذا المرض، أو الذي يستشعر به الإنسان ألما شديدا فيشق عليه الصوم مشقة شديدة. قال: كيف أعرف هذا؟ أعرفه بوجهين، إما بأن يقول لي طبيب مسلم حاذق عدل يخشى الله أن مرضك سيزيد إذا صمت فيقبل هذا الكلام، أو بالتجربة أجرب الصوم فأصل إلى مرحلة وأنا مريض أصل إلى أنفاسي الشاقة يشق علي ذلك وأتألم ألما شديدا وأستشعر الثقل الشديد، فحينها أيضا أعذر إذا كنت مريضا بترك الصوم. بعض الإخوة يذهب إلى طبيب فاسق، ولعلني فيما مضى ذكرت لكم أنه ليس كما يتبادر للناس الفاسق: يا لطيف معناه ده مقصف ما بيعرف الدين. لا، الذي يقع في المعاصي اسمه فاسق، قد أقع أنا في المعاصي في هذه اللحظة اسمي فاسق، أتوب إلى الله يذهب عني هذا الاسم، وأنت وغيرك وغيرك وهكذا. قد يذهب إلى طبيب فاسق، ماذا أعني بالفاسق؟ يعني الطبيب لا يصلي، طبيب في الأصل لا يراعي حرمة الدين، فهذا مباشرة إذا نظر إليه يقول لا تصوم، في الأصل هو لا يقيم وزنا للصيام ولا يقيم وزنا للدين. حينما أذهب إلى طبيب فيقول لي الصيام يؤذي، أقول: يا أخي الكريم، إما أن أكون أعرف هذا الإنسان يخشى الله، أو إذا لا أعرفه أقول له: يا أخي هذا فعلا يضرني ضررا شديدا، إذا أكد لي أو عرفت أنه يخشى الله حينها لا حرج.
بعض الناس يذهب مثلا إلى طبيب نصراني، الطبيب نصراني أصلا لا يؤمن بالله، كيف يقول لي صم أو أفطر؟ هذا ليس لا يعتمد قوله. الآن ما على المريض الذي يشفى؟ هذا المريض كان يعبر عنه الفقهاء قديما بقولهم المريض الذي يرجى برؤه، برؤه يعني شفاؤه. وكذا كثير من الأخوات، الأخوات سنعرض لموضوع الحمل والرضاع لكن من باب الذكرى، تظن كثيرا ما يأتيني امرأة حامل أطالع كفارة، ما أطالع كفارة، وماذا تصنع إذن؟ تصوم بعد أن تلد، انتهى الموضوع، ما بدا شيء، فعدة من أيام أخرى، انتهى الموضوع. أنت كنت مريضا أثناء الصوم، كما أفطرت؟ قال أسبوعا. بعد أن يمضي شهر رمضان اقضي بعدد الأيام التي أفطرتها. هذا إذا كان المريض بمرض يرجى برؤه، يعني يمكن أن يشفى بعد رمضان. ثانيا من أعذار الفطر، المريض المرض الذي لا يرجى برؤه، المرض المزمن، المرض الدائم، أسأل الله تعالى العافية لي ولكم من الأمراض المزمنة وغير المزمنة ما ظهر منها وما بطن حسا ومعنى. قال المرض المزمن، نسأل الله العافية، السرطان، السل، السكر، ما إلى ذلك، هذه أمراض مزمنة قد لا يشفى منها الإنسان، وقد يشفى بفضل الله، يعني الإنسان لا يقطع أمله من رحمة الله، لكن ظاهر الأمر أنها مزمنة. كانوا أيضا قديما يعبرون الفقهاء، يعبر الفقهاء عن هذا الشيء بقولهم الزمانة، الزمانة، الزمانة يعني المرض المزمن. هذا ما علي؟ قال هذا لم يشفى لا في رمضان ولا بعد رمضان، هذا الذي يخرج الكفارة. هذا الآن بعد أن ينتهي شهر رمضان أو في اليوم الأخير يخرج الكفارة. أيضا بعض الناس مثلا والده كبير في السن مريض بمرض مزمن لا يستطيع الصوم، فيأتي من أول يوم، كم الكفارة؟ يا أخي والدك مر علي شهر رمضان، قال لا إحنا بأول يوم هم طالع، لا ما طالع. قال ليش؟ لأنه الاستعمام مر عليه الشهر الذي أفطره وسيكفر عنه، يكفر قبل أن يأتي عليه الشهر، إما صام هو، يعني ما مضى عليه الشهر الذي لم يستطع صيامه أصلا، هو في أول يوم أو ثاني يوم. قال الفقهاء إما أن يخرج كل يوم بيومه، يعني الآن اليوم الرابع، الآن مساء انتهى اليوم الرابع، أخرج عن اليوم الرابع الكفارة، أو أنتظر إلى نهاية الشهر وأخرج عن جميع الشهر، أما في أول الشهر فلا. وهذا يختلف، من أجل أن لا نخلط أيها الإخوة، هذا يختلف عن موضوع زكاة الفطر، من أجل أن لا تخلط بينهم. ثالثا من أعذار الفطر الشيخوخة، قد يكون الإنسان ليس مريضا مرضا مزمنا، ليس معه لا سرطان ولا سل ولا قلب ولا هذه الأمراض، لكنه أصيب بالشيخوخة، بالهرم، بقول الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أرذل العمر هو الوقت الذي يضعف فيه الإنسان عن كل شيء، الإنسان الذي كان في شبابه يفعل ويفعل يضعف عن كل شيء بسبب شيخوخته. فهذا أيضا يعذر في ترك الصوم، وهذا لن يرجع إلى شبابه وبالتالي لن يستطيع القضاء، فماذا يفعل؟ أيضا هذا يخرج الكفارة. الآن سأسأل بعض الإخوة عن المريض المرض مزمنا وعن هذا الرجل الكبير، ما هي الكفارة؟ الكفارة عن كل يوم يفطره إطعام مسكين واحد. أيضا سيسأل سائل كم يقدر هذا في عصرنا بالمال وكذا وكذا، أقول هذا قولي حتى لا ينسب الإنسان قولا إلى غيري ويأتيني به أو يقول قال فلان، أقول أنا قولي العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى محمد معاني يقول 300 ليرة، أنا الفقير إلى الله، وما بحاجة لأقول أعوذ بكلمة أنا، ما بحاجة، لم يرد هذا في السنة، تقول أنا الفقير إلى الله، قل دائما انسب نفسك بالعجز أمام الله تعالى. فأنا أقول العاجز 300 ليرة، هذا بالنسبة لكل يوم يفطر. سيسأل أيضا سائل كريم، طيب إنسان مريض أو ما أصابته الشيخوخة أو ما معه، ليس معه شيء، ماذا عليه؟ إن أيسر بعدها، قال كيف يعني؟ يعني مضى رمضان، جاء شهرين ثلاثة أربعة رزقه الله مالا، هذا اسمه أيسر،
وإذا لم يأتي له المال اسمه أعسر. إذا أيسر بعدها وجب عليه أن يخرج الكفارة. قال ما أيسر ما عليه شيء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص لا يصوم ولا يكفر، ما عليك ما شيء ولا شيء أي شيء. الله غفور رحيم، أكرم من أن يحمل عبده أن يصاب بمرض أو يكبر في السن وليس معه مال ثم يقول له الكريم هذا شيئا منه. هو الذي يتحنن علينا ولا نتحنن على أحد، إنما نتحنن على أنفسنا فقط. قال الحمل والرضاع. كثيرا من الناس أيضا في مسألة الحمل والرضاع بالنسبة للنساء يقولون للمرأة الحامل أو للمرأة المرضع أفطري هكذا على الإطلاق، وأيضا هذا ليس بصحيح. الأخوات النساء كثيرا منهن أجسامهن قوية وبنيتهن جيدة، فتستطيع أن تحتمل إن كانت حاملا أو مرضعا الصوم. قال فإن شق عليها فلتفطر. أنا أقول إن كانت تحتمل، وكثير من النسوة أجسامهن وبنيتهن قوية تحتمل، أو قد تكون في الشهر الأول من الحمل، هذا لا يؤثر على الصوم، أو تكون يعني في أواخر الرضاع أيضا يرضع منها وليدها في اليومين مرة مثلا، فهذا أيضا لا يؤثر عليها. إذا إن استطاعت الصوم ولو بشيء من المشقة فينبغي أن تصوم، الحامل والمرضع. فإن شق عليهما يعني خشيتا على نفسهما، قال إيش خشيتا؟ أن تصل يعني إلى المغرب فتسقط إلى الأرض، أن يغيب وعيها، أن لا تحتمل، أن يمرض ولدها. إن خشيت على نفسها أو ولدها فحينها يجوز لها أن تفطر. وإذا أفطرت أيضا ذكرت منذ قليل بعد أن ينتهي شهر رمضان وتفرغ من حملها وتفرغ من رضاعها فإنها تقضي هذه الأيام ولا ينبغي أن تكفر، يعني تدفع الكفارة، لأنها بإذن الله طبعا ستشفى، يعني ستنتهي من حملها ومن رضاعها، فالكفارة لا تغني عن الصيام للقضاء. كثير من الأخوات النساء يأتين بالكفارة وينسين أن عليهن قضاء، ليس عليهن كفارة أصلا، وإنما عليهن القضاء بعد أن يضعن حملهن أو ينتهين من إرضاع أولادهن. هذا من وجه. من وجه آخر، قد يسمع بعض الناس أن هناك تفصيلا عند الفقهاء بأن المرأة الحاملة أو المرضع إذا خافت على نفسها من شدة ألم أو تعب أو إرهاق أثناء صومها فإنها تفطر ولا شيء عليها وعليها القضاء فقط، وإن خافت على ولدها فقط فإن عليها مع القضاء الكفار. هذا قول بعض الفقهاء، وبعضهم قال ليس عليها إلا القضاء فقط، وهذا والله أعلم أيسر، حتى لو خايف على ابن فقط أن يتأذى لا حرج أن تفطر وبالمقابل تقضي هذا اليوم الذي أفطرت. قال السفر. السفر له شرطان حتى يجوز به الإفطار، وهما الشرط الأول أن يكون الذي يسافر قد خرج من بلده قبل أذان الفجر، وهذا الشرط من النهاية أقول معظم المسافرين لا ينطبق عليه. قال كيف يعني؟ يعني يسافر الساعة 7 صباحا، يعني متى أذان الفجر عليه وهو مسافر أم وهو مقيم؟ وهو مقيم، هذا يجب عليه الصوم. الذي يجوز له الفطر هو الذي أنشأ السفر، يعني بدأ السفر وهو مفطر، يعني قبل أذان الفجر. أما إذا أذن عليه الفجر وهو لا يزال في بلده وبعد ساعة أو نصف ساعة أو 3 ساعات سافر فهذا بمثابة المقيم، هذا في هذا اليوم يتابع صومه. الآن وصل إلى البلد الذي سيريده في اليوم الثاني، إن أراد أن يفطر يفطر فهو مسافر. أما في نفس اليوم إذا خرج من بلده بعد الفجر كما قلنا فينبغي أن يتم صومه، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ المشقة الشديدة في الطريق، شق عليه الأمر، سافر الساعة 7 صباحا وقد نوى الصوم كما قلنا،
في الطريق يا أخي أصابته الدوخة، بعض الناس يدوخ، وأصابه الإقياء وضاج وتعب تعبا شديدا وتألم ألما شديدا، حينها يجوز له الفطر لما جرى له، يعذر حينها. أما بغير ذلك فلا يعذر. هذا الشرط الأول، إذا أن يخرج من بلده قبل الفجر حتى يجوز له الفطر. ثانيا، أن تكون المسافة التي يقطعها تزيد عن 88 كيلومترا. هذه التفصيلات يا أيها الإخوة سيقول كثير منكم الآن أنا بسمع 80، والثاني يقول لي 81، والثالث يقول 83. كل هذه اجتهادات، ليس هناك أمر يعني تحديدي، ليس هناك غيره. أصلا كلمة كيلومتر ما كانت في العصر النبوي من باب الذكرى يعني، ولا كان هذا معروف الآن. كان في ذلك العصر يسمى مراحل، قطع مرحلة مرحلتين في السفر، هذا ما كان يسمى في ذلك الوقت. بناء على ذلك يعني أن أصل الكيلومتر ما كان موجودا في العصر النبوي، لذلك الفقهاء المعاصرون اختلفوا، منهم قالوا 80، منهم قالوا 83، منهم قالوا ما أقول أنا 88، والأحوط أفضل 88. أقول لأن معظم الأسفار الآن تزيد على 88. بعض الإخوة يسأل الآن السفر المعتاد إلى مكان معين الطريق إليه في الحالة الطبيعية 60 كيلومترا، لكنه بظرف من الظروف صار 200 كيلومتر لظرف الحل، فما الذي يجري؟ الغاية هي المشقة في السفر والمسافة، سواء كان هذا المكان أصل إليه بخط مستقيم أو كانوا قديما يمزحون أو يقولون قالوا من أهل الخطوة فشقة واحدة بصيرني، نفعنا الله بالصالحين، ولكن هذا معظمه يعني تأليف من عقول الناس، بقفزة واحدة صار هناك أو قطع مسافة أو المهم أن يقطع 88 كيلومترا، سواء التف التفافا عليها ما تقصد ذلك، هكذا صار الطريق، أو سلكها بطريق مستقيم وهي تبعد هذه المسافة، فلا حرج، المهم أن يقطع هذه المسافة. الآن كم يعذر بالسفر؟ قال الفقهاء، إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال يعذر إن كان سفره دون 4 أيام ما عدا يومي الدخول والخروج، قال يعني صار 6 أيام. إذا كنت تعرف أنك ستذهب إلى بلد وتقيم فيه يوم الدخول ويوم الخروج يومين وأربعة أيام أخريات صاروا 6 أيام عند الشافعي، إذا يجب عليك أن تصوم بمجرد أن تصل إلى وجهتك. ثاني يوم بس ما وصلت على البلد بتصوم، صرت مقيم. إذا كان أقل من 6 أيام تفطر، يجوز تكفر. إمامنا أبو حنيفة قال رحمه